المطلقة ليست عاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة زينب رضي الله عنها، والمرأة التي تعمل ليست مسترجلة، وربت البيت ليست فاشلة، ومن لم تتزوج ليست معقدة. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الرجل 44 مرة والمرأة 44 مرة، فقط ليؤكد المساواة بين الرجل والمرأة. آخر وصية للرسول قبل وفاته: أوصيكم بالنساء خيرا. الكثير يقول ناقصات عقل ودين ولا يعرف ما معناها. ناقصات عقل أي شهادة امرأتان تعادل شهادة رجل، وهذا في الإسلام. ناقصات دين أي في رمضان إذا حاضت المرأة لا تصلي وتفطر، وهذا لا يعني أن المرأة لا تستوعب ولا تتفكر. المرأة عبارة عن وطن، الأم تدخلك الجنة، البنت تبعد عنك النار، والزوجة تكملك نصف دينك. اطمئني، فالله ورسوله لم يسمحوا لأحد بإهانتك.